يمكن اكيد انت متابع زينا، خلاص احنا بقينا في صفوف الجماهير وبنتابع فريقنا النادي الاهلي بكل شغف وبكل حب وكل تركيز. الاخطاء التحكيميه يمكن شفت الفتره اللي فاتت ازاي يا كابتن احمد، وقد ايه احنا بنتكلم احنا دلوقتي في الاسبوع التاسع، 6 نقط تقريبا، اجوان كتيره ما اتحسبتش رغم انها بتكون يعني واضحه وضوح الشمس، ولكن يمكن الاخطاء البار اخطاء الحكم. شايف ده ازاي وتقارنه ازاي حتى بالسنوات اللي انت لعبت فيها، رغم انك ما كانش فيه فار، لكن في اعتقادي الشخصي كان الحكم بيشتغل على نفسه بشكل اقوى من دلوقتي يعني. مظبوط يا كابتن، طبعا كلامك منطقي جدا، وطبعا احنا بس بنتكلم بس بشكل عام على التحكيم يعني. يعني هي برضه لجنه المسابقات والمنظومه طبعا في اتحاد الكوره كابتن، شايف انها طبعا في تذبذب غير عادي طبعا في اتخاذ قرارات، في تأجيل مباريات، في كورونا، في رابل تيست ويتعاد ومباريات تتغير، يعني بصراحة يعني فعلا الحكام من الساعة 12 واحدة بالليل. بالظبط كده يعني، فطبعا يعني الموضوع مش سهل، لازم يا كابتن زي ما حضرتك قلت يكون في ضوابط وفي لجنة تحاسب. الفار يا كابتن انا عايز اعرف يعني حضرتك برضو دور الفار ايه؟ طب ما انا اقوي الفار ده دوره يا كابتن، ده كونسولتو قاعد في غرفة بيتفق على قرار واحد، الحكم لازم يرجع للفار يا كابتن. هو الفار ده يعني برضو يعني عايز اقول ان هو بيساعد الحكم، ده مش مفروض انه بيساعد الحكم، الطبيعي انه جاي عشان يساعد الحكم. هو ساعد كتير الامانه كابتن هاني، بس انا بتكلم ايه، ان لما الفار يجتمع، ده كونسولتو، انا بقول ده كونسولتو، 4 أو 3 متجمعين في غرفه وبيشوفوا اللقطه اكتر من حوالي 7 8 مرات بزوايا مختلفه بكاميرات مختلفه وبياخدوا قرار عليها. مثلا كره محمد شريف امبارح، يعني انا مش بصراحه يعني لا تعليق، يعني ضربه جزاء 100%، والحكم لما يروح يشوفها هيحسبها. الفار لازم انت لازم تقوي الفار يا كابتن، ما زعلش مني يا كابتن هاني. الدوري الانجليزي جت فتره الحكم ما بيروحش للفار يا كابتن، الفار بيقول له احسب، بياخد قرار. الانجليزي هو اللي بياخد قرار ضربه الجزاء، هو حكم الفار. الحكم الفار طبعا. طب ماشي يا كابتن، احنا ليه ما نقولش مثلا يعني في مصر الفار هو اللي ياخد القرار، قوي الفار يا كابتن. يعني انا اعتقد ان في حكم من الحكام قال للفار كده، قال ما تندهليش. ليه ما تندهليش؟ ده في واقع انا شايفها، يعني في واقع انا شايف في ضرب بدون كوره مثلا كارت احمر، يعني ايه الحكم يقول ما تندهليش، الفار يقول له ما تكلمنيش عشان ما يجيلكش؟ ده طبعا خطا جدا يعني، ده ناس بتساعدك، ده بيقوي المنظومه. الفيفا عامل كده عشان بيقوي المنظومه يا كابتن، دي حاجه كويسه. كابتن نخله، بعيدا عن طبعا جهاد جريشه اللي له يعني ليه كذا موقف مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي، عايزه اتكلم في عايزه حضرتك ترد على اللي بيتقال، الصوره النهارده اللي جايه تحت المجهر الواضحه جدا بالجون لمحمد شريف، وبعض الناس بتقول لك لا على فكره جول والتر بواليا، ده جول وضرب الجزاء بتاعت محمد، بترد على الانتقادات ايه اللي بتقول لك لا 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 الصوره بقى بتبين ان هي مش ضرب الجزاء ولا حاجه؟ لا طبعا ضرب الجزاء، ودلوقتي لسه كابتن نصر لسه طالع من شويه كنت بتكلم معاه، بيتكلم قلت له يا كابتن الخبرات دي احنا عاوزينها، الخبرات بتاعت حضرتك والنجوم الكبار بتوعنا كابتن جمال الغندور والحكام الكبار، احنا عاوزين الخبرات دي تكون موجوده. لا طبعا كلام طبعا منطقي جدا طبعا، يعني مش معقوله يعني، ما لحد امتى طيب يا كابتن؟ لا لحد امتى؟ لازم يكون في ضوابط وفي يعني الحكام كمان، زي ما بيكون في عقاب على لعيبه الكوره، الناس اللي قاعده بره او المدربين، لازم يكون في عقاب على الحكام، واخصم منهم مستحقاتهم الماليه، ما فيهاش حاجه. وقف الحكم يا كابتن هاني، كابتن نصر قال اللي بيغلط لازم بيقعد يعني بالظبط، لا ويتعرف يا كابتن هاني، جت فتره ما كانش بي يعني ما كانوش بيقولوا ايه، كانوا بيعاقبوا بس ما بيعلنوش القرارات تمام، احترام لا في واقع حصلت، انت هتاخد جزائك عشان الحكام كمان كلها تتابع، والناس كلها تعرف ان في عدل وفي شفافيه.